صباح الخير عن جديد. ضمن إطار احتفالات معاً حول سيدتنا مريم للجمعية معاً نعيد البناء، ندوة عم بتقوم جمعية معاً نعيد البناء بندوة بعنوان تحديات المرأة من سيدتنا مريم إلى لبنان اليوم، الجمعة ب 22 أدار بدير مرمطانيوس المعهد الأنطوني بالحدث ببعبدة. أكيد رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع كريستيان صليبة المنسقة العامة لجمعية معاً نعيد البناء ودكتور داليا فرح منسقة هيئة الكتاب بجمعية نعيد البناء. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. كيفكم اليوم؟ ماشي الحال؟ اهلا يعني فيك. كريستيان رح بلش معك اول شيء، خلينا نحكي عن جمعيه مع نعيد البناء ونعمل لمحه امتى تاسست وشو ابرز اهدافها قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع. اكيد فبقى. اكيد جمعيه مع نعيد البناء هي جمعيه ثقافيه وطنيه عابره للطوائف، تاسست سنه 2012، اسسناها سوا نحن مع الاب مارون عطله، وكانت نوع من خلاصة لنشاطاته الثقافية يلي مهمة كتير خلال حياته. تشتغل ضمن خمس هيئات هدفها بناء الوطن والمعية. الهيئات هي خمسة، دونك هيئة الكتاب يلي منسقتها العامة دكتور داليا فرح، بتشتغل من ضمن الكتاب على القيم المشتركة اللي فيها نبني منها المواطنة. عندنا هيئة الثقافة في المناطق، يعني نحن حتى تحب الاخر بدك تتعرف عليه، دونك لحتى نقدر نلتقى فيه بدنا نروح لعنده، دونك نتعرف عليه، نتعرف على ثقافته، نتعرف على تاريخه، لحتى نقدر فريمون كل واحد بهويته يكون مرتاح وعم يتعرف على الاخر ويلتقى معه. هيئه الشباب يلي هي هيئه بتهتم بانتظارات الشباب، خلاصه من انتظارات الشباب اللي عملوها قبل، ويلي بتهتم بكل شيء بهم نبنيه مع الشباب لانه هن جيل المستقبل، هن رح يكملوا. عندنا هيئه التراث هيئه الشباب مسؤوله عنها مدام منيره التنوري حداد، هيئه الثقافه مع الاخر المهندس فادي صليبه، هيئه التراث المشرق المشترك يلي هو منشورات بتحكي عن التراث المشرقي من اول تاريخ المشرق. يعني عندنا صدرنا لهلا 18 عدد بين فرنساوي وعربي، بننشرهم بفرنسا مع جوتنر باريس ونحن بننشرهم بالعربي هون، والمسؤول عن الهيئه هو دكتور هاني رعد. وهيئه الشرق غرب يلي انا مسؤوله عنها، بنشتغل على العلاقات يلي مع الجمعيه برا يلي عندنا مع الدول العربيه، اردن، لبنان، اردن، سوريا، العراق، وعندنا مع اوروبا، فرنسا، بلجيكا، وعندنا فرع للجمعية بروكونسير انسامبل بسويسرا يلي تأسست همهم الأهداف وهن السويسرانية اللي أسسوها، ونشترك من خلالها بلقاءات شرق غرب وبلقاءات مع الآخر يلي برات لبنان، وبالتنسيق نخلق مثل جسور تواصل وتلاقي كمان حول الثقافة اللي بتبني، حول الثقافة اللي بتجمع ويلي بتخلينا نبني الإنسان والمجتمع. هيداك جمعية بحد ذاتها، يعني اكيد هول الهيئات كلهم عم بيشتغلوا كمان تحت هيك مظله واحده اذا بدنا نقول، هو نقل الثقافه كمان من لبنان للخارج وكمان بين المناطق اللبنانيه بين بعض. وبين يعني نحن عندنا كثير بالثقافه، عندنا إشي نعطيها، عندنا خبره عيش معا، عندنا خبره قيم، تاريخ، في كثير إشي نحن من ثقافتنا مهمه، نحن بناخذ منهم وهن بياخذوا منا، نحن نشتغل بطريقه متبادله. يعني عندنا ثقه بهويتنا اللبنانيه بتتخطى اوقات المحيطات، لانه بثقافتنا الانتشار الموجود اللبناني عندنا ثقافه مهمه جدا، وهذا الانتشار نحن وياه على تواصل متكامل ومتواصل لحتى فريمون هالبناء اللي بدنا نعمله نعيده سوا وبفكر مشترك. عن جد شو حلو كمان هذا التفكير، يعني وخاصه للاشخاص اللي بتتابعوا هالمواضيع بتعرف كمان قد ايه بياثروا يعني لنقل الصوره بشكل عام. كريستيان قبل ما كمان ننقل نحكي اكثر عن الندوه، خبرينا عن النشاطات والمشاريع اللي انتم فيها كمان. نحن على مدى ما تاسست الجمعيه عندنا نشاطات مستمره، اكيد مناطق كلها اتسترا. من بعد ما توفى ابونا مارون، هون بحب اذكر انه بكره بصير له سنتين متوفي الاب مارون عطله، يلي هو هامه من هامات، انا بعتبره من هامات الثقافه والبلد، من يلي جمع عطول كل الاطياف اللبنانيه والعائلات الروحيه حول ثقافه المواطنه. تاريخه بيشهد له ان كان هون ولا برات لبنان. رح نذكره ان الله راد بكره بتاني ذكرى، وان شاء الله بالايفينمون اللي رح نعمله الجمعه كمان حيكون له وقفه. دونك من بعد ما توفى كملنا بالجمعيه، دونك نحن عندنا نشاطات محاضرات بهيئه
طريقه الكتاب عم نعملها. مثلا عملنا الطاقيه بحزيران الماضي بعلي، كمان فينا نعمل بالمناطق النشاطات. كان عندنا كمان عم يقطع اكيد هيدي مثلا كان عندنا مع هيئه الشباب نهار شبابي طويل ب 25 تشرين الاول 23 عملناه ببعبده. كان في شباب من كل المناطق اللبنانيه تحت رعايه وزير الاعلام وزير الشباب والرياضة، اليوم عم غلطت، وزير الشباب والرياضة دكتور كلاس. هون كان في اكتيفيتي بوز زوربا للشبيب نعلمهم اياها، مع كل المواضيع كانت التحضير على الاشياء اللي بتهم الشباب، والمحاضرات كانت على الاشياء اللي بتهم الشباب، لان عملنا استماره نحن طلعنا منها المواضيع، وان شاء الله هلا مطلوب منا نعمل نفس النشاط بالمناطق. كان نهار ناجح جدا، والشباب كان عندهم كثير مطالب مهمه، وكانوا من جميع المناطق من صف الترمينال للجامعيين. بهيئه الكتاب عم نكفي السري، وراح يكون بسياق هيئه الكتاب المحاضره راح تصير نهار جمعه، راح تحكينا عنها دكتور داليا. عندنا دونك هيئه الشباب، هيئه الثقافه بالمناطق، اشتغلنا عملنا لقاء ببسكنتا قبل، عملنا بالمناطق في كان عندنا مشاريع وقفت من وراء الحرب اللي عم بتصير بالجنوب. للاسف كان عندنا مشروع كثير مهم بالجنوب، نحن اجلناه ما لغيناه، لان نحن بده يضل في استمراريه، مش الازمات بدها توقف لنا شغلنا. وعندنا كان عملنا حتى الذكرى الاولى للاب مارون بايار الماضي 23، يلي كان نوع من مهرجان وطني جمع كمان من كل الاطياف اللبنانيه، ورجعنا ناكد انه البناء ممكن منه مستحيل، ونحن فينا كلنا سوا نفكر مع بعضنا ونمشي لقدام. في صور مثلا كان برعايه وزير الثقافه، كان في عندنا كمان ناس من جميع العائلات الروحيه، وكانت مقسمه على كلمات وعلى طاولات مستديره من جميع العائلات حكيت عن مواضيع المواطنين. هول صور من بسكنتا، لقاء بسكنتا، ثقافة بالمناطق، والمهرجان بسكنتا اشتركنا فيه كمان مع الشباب ومع بقية الجمعيات. هيدي من محاضرة التقية حول كتاب صديقنا حسام نصار معنا بالجمعية وهيئة الكتاب بعلي بمركز سامي مكارم الثقافي. كمان كان فيه من جميع أطياف المثقفين، وكان لقاء مميز جدا جدا، لأن الكتاب كتير مميز وبين أنه عند كل الناس موجودة التقية بتاريخها، لأنه في خوف من الآخر. دونك إذا بدنا نبني سوا لازم نتخطى هالخوف، وهذا الخوف بصير نتخطيه بس إذا نلتقى مع بعض، بتصير إنسانيتنا تطغى على طائفيتنا، إنسانيتنا تطغى على كل شيء معقول يخلفنا، بنصير نلتقى على نقاط مشتركة مع كل اختلافاتنا لنقدر نبني مع بعضنا وطن يحلو فيه العيش. شو حلو عن جد نكون عم نفكر بهذه الطريقه، وننقل كمان الصوره للشباب يكونوا عم بفكروا بذات الموضوع، لانه بنعرف يعني نحن المشكله بلبنان بنركز على الاختلافات، يمكن بدل ما نستعمل نقاط القوه تبعنا تنغطي عليها او تنقدر نساعد بعض، عم نركز على الاختلافات وعم تعملنا مشاكل بدل ما نركز على الاشياء المشتركه مثل الثقافه، ويمكن بنغني بعض من منطقه لمنطقه بتختلف الثقافه بلبنان. فحلو نكون كمان عم نتشارك هيدا الشيء. دكتور داليا رح نحكي أكثر عن الندوة اللي عم بتقوموا فيها، اللي هي ضمن إطار احتفالات معاً حول سيدتنا مريم. في الندوة المحددة اليوم بعنوان تحديات المرأة من سيدتنا مريم إلى لبنان اليوم. قبل ما نفوت بتفاصيل الندوة، بالجمعية بتقولوا أنه الكتاب مع نعيد البناء بالكتاب، وكمساحة تعبير لكل فكر وانتماء. خبرينا أكثر كيف فينا نكون عم نقوم بهذا الشيء، وقد ايه الكتاب مهم وقد ايه بيساعد بهذا الموضوع؟ نحن بهيئة الكتاب مركزين على الكتاب، لأنه نحن بالجمعية دجا ثقافة، والثقافة هي كتاب. فبالكتاب نحن عم نركز على كتب بتجاوب إذا بدك على أهدافنا بالجمعية، يعني على المواطنية. عملنا ندوات حول المواطنية، عملنا ندوات حول الانتخابات الأولين الانتخابات وقتها كانوا، فكتير كان في ناس وفي تجاوب، لأنه حقيقة الناس بحاجة لتوعية، يعني ما بيعرفوا مثلا النسبية شو الأفانتاج تبعها شو الانكونفينيون، فضووا أكيد مع ناس اختصاصية، حكينا على المواطنة، حكينا كيف. فهيدي الكتب الهادفة أكيد بننقيها ومنجيب منتدين يكونوا بيفهموا بهيدي المواضيع، منحل الكتاب ومنفتح كمان باب التساؤل للحضور، وبهالطريقة بصير في هذا التفاعل، وبتحس انه كمان بصيروا الشباب عم يهتموا بالكتاب أكثر، وعم بيلاقوا مطرح لهم لحتى يرجعوا يتلاقوا سوا من خلال الكتاب. أنا بحب نوه على شغلة ما زال حكيتها عن محاضرة القانون الانتخابات، وقتها حضرناها مع ممثلين من المكاتب السياسية تبع الأحزاب كلها، لأنه في شغلة مهمة الثقافة بتعملها.
الثقافة فيها تجمع بين الكل. صحيح. ما حدا كان هن بشهادتهم انه ما حدا غيركم كان فيه يعمل هيك محاضرة يلي قدر يصير فيها النقاش من دون ما يكون فيه لا تهجم ولا مع إضاءة علمية وثقافية على الموضوع وعلى كل الأشياء اللي عم بتصير وتنحط أون بلاس، ومع الرأي التعبير الرأي الحر لكل حزب برأيه بهيدا القانون. دونك من دون ما يصير في تضارب. ما عم نقول إنه كل واحد يسكت أو يغطي عن رأيه، ولكن مشاركة أكثر من مناقضة. الثقافة هي المشاركة، هي يلي مطرح ما التعصب الديني والتعصب السياسي بيوقفوا الثقافة بتفتح وبتجمع. مزبوط. يعني لو بنركز على المشكلة مش بس على كل واحد كيف بده يحل المشكلة بنكون كتير أحسن. 100% 100% كريستيان كمان حلو إنه كيف عم تستعملوا الكتاب اللي هو وسيلة ثقافة وأوقات تسلية كمان عند العالم لنشر توعية كمان. تطفل. يعني أنا بعرف إذا الشباب يمكن تعلموا عن الانتخابات بينبسطوا بحالهم، بيروحوا بين أهلهم بين رفقاتهم كمان بيخبروا بتعرفوا إنه هيك هيك، بتعرفوا إنه هيدا هيك، وهيك بتنتشر وهيك بيصيروا بيشجعوا بعضهم بيتحمسوا أكثر كمان للمشاركة. 100% 100%. خلينا نحكي أكثر اليوم عن الندوة اللي رح تصير أهميتها بوقتنا هلا ولين نقيتوا هذا الموضوع بالتحديد. فوالا، هلا أول شيء نحن بضمن إطار حول سيدتنا مريم، دونك المرأة، مريم هي المرأة تجسد المرأة، وفكرنا أنه كمان المرأة اليوم بحاجة أنه نضوي مثل ما قلت أنت، وقتا بناخد منوعة على موضوع معين مش ضروري أن نحط الحل ديركتومان، بس نحن بنكون حطينا وعينا على هيدا الموضوع وعينا على الإشكالية، وبهي الطريقة ببلش ينطرح الحلول وبتبلشوا العالم يوعوا حقيقة وين إشكالية المرأة. يعني اليوم وقت بتسأل، بعدنا كنت مبارح عم بحكي مع حدا انه عندنا ندوة عن تحديات المرأة، قال نحن صرنا الرجال بدنا ناخد حقوقنا. قلت له لا، بس في مطارح معينة ما بتعرفوا انه القوانين بعدها لا مشحفة بحق المرأة، ما بتعرفوا انه المجتمع بعده مشحف، واذا بعض النساء عم يوصلوا ياخدوا حقوقهم هن بإيدهم وبشغلهم وبنضال، فهيدا يمكن لانه عندهم شويه وعي اكثر من غير النساء او بيعرفوا عالم بيواجهون وين لازم يروحوا. يعني بنعرف كثير جمعيات تهتم اكيد بالعديد من النساء لانه بيكونوا بيعرفوا الجمعيه، يعني بدقوا لهم بيحكون بياخذوا شويه توتافي بيوعون على دورهم على شو لازم يعملوا كيف لازم يتصرفوا اتسترا. فنحن بهيدي الندوه تنرجع لندوتنا، بهيدي الندوه رح يكون في ثلاث محاور. محور انه على الفلسفه، على دور المرأة الأنتروبولوجي والفلسفي والفكر كيف شاف المرأة من مريم إلى اليوم. رح نحكي عن مع دكتورة نيلة أبي نادر، هي دكتورة بالفلسفي. في عنا دكتورة بشرة بغدادي رح تشتغل، هي كونسلتانت يعني مستشارة تربوية، رح تحكي عن الدور التربوي للمرأة وكمان قدي هيدا الدور هل هو عم يوصل مثل ما لازم يوصل اتسيتغال. وفي عنا أستاذة فاتن جمعة رح تحكي عن، هي مفتش تربوي بس هي كمان حقوقية، فرح تحكي عن الدور الإكزاكتومون، عن القانون والحقوق تبع المرأة وشو بقديش مشحفة بحقها وقديش لقى. فهون هالإضاءة على هالديمانسيونات الثلاثة رح تفرجينا المرأة وين اليوم، وأكيد رح نمشي من مريم لأنه مريم يلي نحن منقول من 2000 سنة، مريم كانت إنسانة شجاعة واجهت مجتمع بحاله بامرأة حملت بدون رجل بدون زواج. دونك هيدا الشجاعة يلي لما بتكون مؤمن المرأة بقضية أو بحق لازم تواجهه. تاني شيء المرأة، هي مريم هي أسست الكنيسة، فهي كمان بمطرح معين اشتغلت وكانت إذا بدنا يعني قائدة حتى مش بس شاركت. فنحن اليوم كيف نحن اليوم رح نرجع ناخد مريم كمثال، ومريم عابر للطوائف هيدا كمان شيء حلو، كيف رح تكون مثال، ولحتى نرجع نحن اليوم نشوف وين نحن من هالمرأة من مريم وشو بعد بدنا لحتى نوصل وين مشكلتنا. فرح نجرب يعني نعمل هالإضاءة على هالأمور. كمان نشوف من 2000 سنة لهلأ شو تغير كمان، لأنه أكيد تغير كتير إشي، ولكن كمان الثقافة هون بتلعب دور. لا يعني نحن بنعرف عنا بلبنان ما انت من بعيد كتير، كل منطقة عندها ثقافة معينة وكل مرأة بتنظر كمان للمواضيع بطريقة مختلفة، فحلو يمكن تشارك كمان هالنظرات وهالوجهات النظر. قدي أهمية هيدا الندوة أو هيك نوع من الندوات اليوم بمجتمعنا بالرغم من كل المشاكل اللي عم بتصير؟ أهمية الندوة مثل ما قلنا أنه المرأة تعرف وين مكانتها اليوم، وين الإشكاليات اللي عم بتواجهها. مرات المرأة نفسها ما بتعرف انه هي عم بتواجه مشاكل. اكزاكتومون، ومثل ما قلت انه في مجتمعات بعد محافظه اكثر، بعد ما يعني حاطه المراه بكادر ما كانها ما لازم تطلع منه.
بمطرح انه لا، المرأة لازم تكون مشاركة بالحياة، وكل ما هي بتقوى المرأة هن مفكرين انه بتصير بالعكس مرتاحة اكثر مع حالها. ونحن انا بعتبر يمكن اليوم بمرحلة انتقالية للمرأة، وخصوصا بمجتمعنا، مشان هيك بنلاقي في كتير تفاوت. مزبوط. يعني مرأة واصلة لأقصى درجات، مرأة بعدها كتير كونفنسيونال، عندنا بعد هالمرحلة المضعضعة لحتى توصل لمرحلة إكيليب. فالتوعية وهيدي الكونفرنسات بتساعد إنه تشهل بمرحلة الانتقالية تتوصل لهالإكيليب مع نفسها ومع الآخرين كمان. أكيد، وخاصة لما نحكي كمان في قوانين بتدعم أو في قوانين بتحمي، ساعتها بتعرف حال المرأة إنه فيني أقوم بهيدي الخطوة أو ما فيني أقوم فيها، أو بحق لي أو ما بحق لي، وبعتقد هذا أهم شيء. رح ارجع لعندك كريستيان كمان نحكي عن الاطار الاحتفالات اللي كنا عم نحكي عنهم. يعني بين الاحتفالات اللي عم بتقوموا فيها هي في هيدي الندوه. نعم. ولكن اكيد انتم بالعديد وفي بعض العديد أكيد. من لا، هو المهم نحكي هي الندوه بالذات باي سياق انعملت. نحن في بتعرف تجمع حول سيدتنا مريم يلي بقوده الاستاذ ناجي الخوري، يلي هو مكون من كذا جمعية كمان من مختلف العائلات الروحية والثقافية، بيشتغلوا حول سيدتنا مريم كرمز للطلاقي ورمز للمشاركة ورمز لل يعني العذراء. أهم شيء هي حاضنة للإنسان، حضنة الإنسانية من يسوع المسيح أو النبي عيسى مثل ما بسموه إخواننا الإسلام، حضنت لحتى انطلقت بهالمحبة للإنسانية. هذا رمز الطلاقي بين عائلات الروحية بجسدها التجمع حسيدتنا مريم، يلي قدر وصل يعمل عيد البشارة كعيد وطني يجمع كل الأطياف اللبنانية. هذا الشيء ما بدنا ننسى. نحن كجمعية وطنية ثقافية شاركنا بهذا الشيء، والأب مارون عطلة كان من مؤسسين هالتجمع، وضمن النشاط هيدا اشتركنا نحن والتجمع من أول السنة. صرنا من يمكن صوب صيفية عم نجتمع لتحضير هالإفنمو، هالحدث اللي بده يصير ب 25 أدار أدار 2024 بمركز لقاء بالرب بالبطريركية الرومي الكاثوليك ب 25 الشهر. هلأ حول هاللقاء كل جمعية عاملة لقاءات، نحن لقاءنا قررنا يكون محاضرة لأنه في نصب كمان بالمعهد الأنطوني لعيد البشارة، نعمل بمناسبة هيدا العيد بالمعهد الأنطوني. من هيك المحاضرة رح تبلش بلقاء على النصب مع رئيس الدير الأب فادي طوق والأستاذ ناجي خوري المسؤول عن تجمع حوت سيدتنا مريم، ومننطلق من هونيك على الأنفيتيات مطرح ما حتصير المحاضرة، وحنعمل نوع من ذكرى للأب مارون عطلة من خلال قصيدة رح يقدمها دكتور نزار دندش، وبعدين بتنطلق المحاضرة يلي رح تديرها دكتور داليا مع المنتدين المنتديات الثلاثة يلي حيكونوا موجودين معنا. والهدف من الاختيار يلي عملناه لتحديات المرأة من سيدتنا مريم إلى لبنان اليوم، لأنه مثل ما قال الدكتور دالي عندنا تحديات أيام المرأة، بس نحن بواقع لبنان اليوم عندنا قانون أحوال شخصية وعندنا ممارسات، نحن في شيء بيقولوا له بالعلوم الاجتماعية والنفسية الاجتماعية الأعراف القانونية والأعراف التي معتمد عليها الاجتماعية، يلي هي بتكون أوقات أقوى من الأعراف القانونية. وبالمجتمع الذكوري وبالمراجع الذكورية الموجودة عندنا في عنا مثل ما بقولوا مراجع رمزية بتفوت بتربيتنا جميعا. في إشياء منا كتير إيجابية وفي إشياء منا كتير سلبية، ونحن لبناء المواطن التي تبني المواطن، الأم اللي بتلعب دور والأب كمان، بس الأم عندها دور كتير مهم بأنها توصل القيم وهالأعراف اللي عم نعيشها. دونك انطلاقا من هالتطور التكنولوجي والاجتماعي اللي نحن فيه إن كان بلبنان ولا برا، عنا كتير إشياء تطورت إلا قوانيننا بالأحوال الشخصية، إلا الإشياء المعقولة تساعد الأم والبي على تربية الولد على المواطنة. إذا طلعنا بالدستور وطلعنا بالأحوال الشخصية منلاقي كتير في تناقض. هذا الشيء كتير بيعطي نتائج على تربية مواطن المستقبل. ومن هالمنظار نحن عم ننظر لنقدر نتشارك سوا كلنا رجالا ونساء. نحن منو الموضوع بس للنساء، هو موضوع وطني للرجال والنساء. ولو ما في رجال متنورين بالمجتمعات المرأة ما تقدمت. دونك ليصير في تغيير بالقوانين بده يصير في تغيير
بهالطرح للامور وترجمتهم قانونيا، لان اذا ما صار في قانون يعني ما عندك تنفيذ تطبيق فعلي وحمايه اتسترا لكل اشياء كلنا بنؤمن فيها، وكلنا بنؤمن انها فيها تطور المجتمع اللي احنا فيه، وطلعنا من العصبيه وطلعنا من الطائفيه ومن الحروب المستمره. بدنا نبلش ببناء المواطن وبناء الاطفال الاولاد الشباب لننطلق للبالغين والام والاب. نعم، وان شاء الله من خلال هاي المحاضره اذا الله بريد رح نطلق برنامج لهيئه الكتاب رح تكون حول تحديات المراه. يعني شو حلو كمان هيك عملنا ما اختصار لكل كمان حال المرأة بالبلد. نعم. لأنه كلنا بنعرف يعني في كتير نسوان أوقات بيقولوا لا ما رح يطلع بإيدي شيء، أو ما رح أقدر أعمل، أو ما رح أقدر أوصل، وإذا بلغت ما رح يردوا علي، ولكن بلغوا بيردوا عليكم. صحيح. وجربوا في كتير جمعيات عم تشتغل، لو الدوائر مسكرة عم بيركضوا كرمال يحلوا مواضيع. صحيح. معينة. وبعتقد كمان الدور التوعوي كتير مهم. أكيد. يعني بس يصيروا يعرفوا إنه في مجال بجربوا يتحركوا. بالختام بهالإطار بس نسيت أقول لك إنه كنا مشتركين، نحن مشترك كمان بمعرض المهرجان كتاب اللبناني بأنتلياس، واللي صار بأدار، وتشكر الحركة الثقافية على تنظيمه، لأنه هيدا من مثل ما بقولوا قوة الحياة والنضال بلبنان. اللي كان حلو إنه جمع كمان من جميع الأطياف، وكان في نوع من مثل برهان إنه لبنان بعده بلد الثقافة وبلد الكتاب، والعالم كلها قادرة ترجع تفكر مع بعضها. وصار في تحية كتير مهمة بهالإطار لمؤسسة كفا، المؤسسة كفا ماتر زويا روحانا، والضوء على هالنضال اللي عم بيصير بلبنان مع النساء من كل العائلات الروحية، وبدعم من رجال لبنانية وقضاة لبنانية ورجال قانون يشكرون كمان. بحب أتشكرهم بهالإطار. أكيد، يعني من وجه التحية لكل شخص عم بيشتغل لهالقضية، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك قد مهمة للمجتمع ككل، مش بس للمرأة بحد ذاتها، ومش بس ببيت أو بعائلة، ولكن للمجتمع ولتطوير المجتمع. نعم. كله. وبعتقد كمان يعني دور توعوي كتير مهم عم بتقوم فيه الجمعية من هالندوة وغيرها من النشاطات. دكتور داليا رح أترك الكلمة الأخيرة لإلك، خاصة إن كان بهيدي الندوة أو للمرأة بشكل عام، تنختم كمان هيدي الفكرة. يعني أنا بقول لهم أول شيء ضروري يجوا يحضروا الندوة، لأنه رح تضوي على إشكاليات وعلى أشياء، وعلى بركة تطور معين للمرأة شو عملت كمان، حلو نضوي عليه. وأنا بقول لهم أنه التغيير القانوني يبدأ بالتغيير الاجتماعي، والتغيير الاجتماعي كمان يبدأ من التغيير القانوني، وهن بيكملوا بعضهم. فنحن وقتها من وعي، وقتها بيتغير الذهنيات بيتغير القانون، وقتها بيتغير القانون بتتغير الذهنيات وفيز فيرسا. فلازم نشتغل على المحورين ونكون كلنا سوا لحتى حقيقة نبني مجتمع يكون فيه الإنسان، يبطل عنا مشكلة المرأة، يصير عنا مشكلة الإنسان ونشتغل عليها. ميرسي كتير لكم، يعني عن جد موضوع كتير مهم، وبعتقد كمان المرأة بالتحديد هذا الموضوع لحاله كتير مهم، لأنه منعرف قد في أشخاص عم تشتغل. فمنوجه لهم تحية كتير كبيرة، ومنوجه تحية كتير كبيرة للمرأة، لأنه منعرف بالرغم من كل شيء عم بتعاني، في عندها مشاكل كتير وعم بتعاني بالمجتمع، غير تربية الأولاد والهم، في كمان المشاكل كل العالم عم بتعانيها. فيعطيكم ألف عافية، وتحية كتير كبيرة لكل النساء كمان اللبنانيات. نحن نشكر تاني لبنان على استضافتنا وعلى إضاءة على نشاط الجمعية مثل ما عودتونا. ميرسي كتير، إن شاء الله بنضل على تعاون مستمر. أكيد واجبنا. بدي أشكر وجودكم عن جديد كريستيان صليبا المنسق العام لجمعية معا نعيد البناء، ودكتور داليا فرح منسق. نذكر بالموعد ب 22 أدار الساعة 2:30 بدير مار أنطونيوس. 22 أدار بدير مار أنطونيوس، معهد الأنطوني بالحدد بعبدة.